السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم بسرعة عن موضوع الكبد الفركتوز، الكبد والفركتوز وعلاقته بالدهون الثلاثية وغيره من الأشياء. الفركتوز من الأشياء التي بتركن في الجسم وسيلكها بكميات كبيرة، يؤدي لتخزينها على هيئة دهون، دهون في الكبد، في البنكرياس، في الأنف، في اللسان. الأنف واللسان ده بيؤدي إلى سد التنفس وذلك سليب أمنية ومشاكل كبيرة. احنا يجب ان احنا